شكون معنا؟ Привет, мои друзья, как ваши дела? У меня все хорошо, я Асала, мне 22 года, я блогер и репетитор по русскому языку. مرحبا, أنا أصالة, عمري 22 سنة, من الجزائر, أستاذة لغة روسية وصانعة محتوى. كيفاش اخترتي دراسة اللغة الروسية؟ بعد ما نجحت الباك درت تراديكسيو اسبانيول واللي عايشين معايا كامل على بالهم باللي افضل لغه عندي هذاك الوقت كانت اسبانيول كنت ممتازه فيها كنت ندي فيها 18 بعد ما نجحت الباك لقيت بزاف ناس توجهوا لهذا التخصص وانا حبيت نكون متميزه وندير حاجه اللي ماشي الناس كامل دايرينها لقيت في لي شوا تخصص لغه روسيه وانا ما كنتش على بالي اصلا من قبل باللي التخصص هذا اكزيستي خيرته ودرت تخصص هذا. هل فعلا الروسيه هي اللغه الاصعب في التعلم؟ اللغة الروسية هي أكيد لغة معقدة نوعا ما ولكن ليست الأكثر تعقيدا في العالم يعني نشوفوا ذوك اللغة الكورية واللغة الصينية مقارنة باللغة الروسية اللغة الروسية أسهل بكثير مثلا ذوك كيما الأبجدية الروسية ذوك احنا معرفين بلونغري الفرنسي كي نبداو نتعلموا اللغة الروسية الحروف فيها شوية كيما حرف الآن مثلا في الفرنسي تنطق حرف الآش بالفرنسي هو آش لكن في اللغة الروسية آن حرف البي بالفرنسي في اللغة الروسية آر هذا الشيء يعني الأبجدية الروسية هي اللي نوعا ما تحدد هذه الصعوبة في اللغة الروسية كي يتقن الواحد اللغة الروسية كتابة ونطقا يعني يروح له هذاك التعقيد في اللغة الروسية. كانت عندك فكرة مسبقة عن الروسية؟ أنا قبل ما نروح نقرأ في الجامعة بديت نتعلم اللغة الروسية وحدي في الدار في الصيف يعني قبل ما نديرها كي درتها في الجامعة كنت ما نعرف عليها والو كان هذوك ديجا كيمدونا لي شوا تاع الباكو كامل تما عندنا هذوك شهرين قبل ما نروحوا للجامعة بديت نقراها في الدار في اليوتيوب وكامل تما كي رحت للجامعة وكنت أول حصة بداو الناس هذاك وين يتعلموا في الأبجدية الروسية أنا كنت ديجا نعرف لغة روسية كانوا عندي أصدقاء يعني كنت عندي بعض الكلمات تما الأستاذ كي مثلا كاين أحرف كان واحد الحرف اللغة الروسية الصعيب هو حرف الاي كانوا كامل اللي يقراوا معايا كانوا صعيب انهم ينطقوه تما كي تقولي البروف انطقي حرف الاي ننطقو تقولي خرشو سباسيبا تقولي اوتشي خرشو يعني احسنتي جيد. هل حسيتي بالخوف من عدم النجاح في هذا التخصص؟ شوفوا هذا الخوف اكيد يجي لاي انسان اي تخصص خصوصا احنا كجزائريين يعني اي تخصص ديروا راح تواجه هذوك الانتقادات انه علاش درت هذا التخصص واش دير به وما فيهش خدمه وكامل وشوفوا بعض كامل يعني اللي يقراوا لغه روسيه بالضبط كامل يلقاو هذاك اللي علاش درتيها خاصه من والديهم بزاف انا يقراوا معايا قالوا لهم والديهم علاش قريت علمي وديت 15 معدلك علاه درت روسيه انا الحمد لله والديا جميله قالوا لي علاش درتي روسيه بالعكس انا امي ديما تقول لي كملي وديريها وحاجه مليحه وكامل كنت هكا متوتره في واحد الفتره ما يعني من الناس وعلاش درتي روسيه وعلاش درتي روسيه ما فيهاش مستقبل ما فيهاش خدمه الحاجه اللي لازم يعرفوها كامل الناس انه الخدمه بيد ربي المستقبل بيد ربي يعني قادر وحده تخرج لغة روسية قارية 5 سنين وتخرجت ما خدمتش قدر أنا معن تخرج نلقى خدمة والحمد لله يعني من عام الأول بديت نقري لغة روسية.